لكن الحقيقة الفرحة الكبيرة قوي اللي أسعدتنا كلنا كانت في فلسطين. وليه بقول لكم فلسطين؟ الشعب الفلسطيني بالذات الإخوة اللي في غزة عانوا كتير الفترة اللي فاتت، وشفتوا القصف الغاشم اللي حصل عليهم، وشفتوا الجهود المصرية الكبيرة، إزاي مصر بتطلع بدورها الكبير في الملف الفلسطيني، وإزاي الدولة المصرية بتأخذ على عاتقها إعادة إعمار غزة. فبيكون في مهندسين، في عمال، في مصريين كتير شغالين في إعادة إعمار غزة. رابطة مشجعي الأهلي في غزة، وهي رابطة نشطة جدا برئاسة الصديق العزيز علاء خالد، ومعاه ضياء أبو لؤي، ومعاه خليل، وأيضا في رابطة أخرى لأسامة عمر، حب الأهلي المصري جمعنا لكل الجماهير العربية. الناس دي لا فتحت قهوة ولا قعدت شارع ولا تلموا في بيت ولا اتجمعوا في كافيه. مباراة الأهلي والترجي اتنقلت لاستاد فلسطين. ايوه، استاد فلسطين. انتوا متخيلين انه بره مصر وفي دولة فيها هذه المعاناة وتحت هذا الظرف القاسي اللي ربنا ان شاء الله يخلصهم منه، تكون النتيجة انه الجماهير الفلسطينية تحمل علم مصر وبأغاني مصرية تسلم الأيادي متواكبة مع ذكرى 30 يونيو وثورة 30 يونيو، نلاقي الشعب الفلسطيني والجماهير الأهلوية مفتوح لها استاد فلسطين محتشدة فيه، بتتفرج على المباراة على شاشات عملاقة بالعلم المصري. نشوف. شايفين الكرة بتعمل ايه؟ شايفين حب الاهلي وحب الوطن بيعملوا ازاي؟ توحيد الشعب الفلسطيني ورافعين علم مصر مع علم الاهلي، وتحت الحفاوة الكبيرة والفرحة بتسلم الايادي، يشجعوا لعيبة الاهلي، تسلم الاقدام كمان اللي فرحت كل هذه الجماهير. بصوا هذه اللحظات بالذات، في لحظات ترقب هتشوفوها اول ما هدف جه، يمكن دي احتفالات بعد المكسب وبعد ضمان الفوز، لكن هنشوف مشاهد والاستاد. بصوا هيحصل حالة انفجار اهي اول ما هيجي الجون. بصوا لحظة الجماهير كلها وهي بتعبر عن هذه الفرحة. بصوا الهبة الجماهيرية الكبيرة. الحقيقة مشاهد تاريخية بجد، لان احنا بنتكلم على استاد في فلسطين بيستضيف على شاشاته مباراة الاهلي والترجي. غير كده كمان الاحتفالات بقى في شوارع غزة وكل الشوارع الفلسطينية بعد المباراة، هتلاقوا باستمرار صور زي كده علم مصر. يمكن علاء خالد وضياء قالوا لي رحنا جبنا المهندسين المصريين والعمال المصريين والفنيين المصريين اللي شغالين على اللودرات وأعمال البناء، وقلنا لهم انتوا رجال اللحظة، انتوا النهاردة محتفى بيكم زي الأهلي. حاولوا حتى المنظمين انه يعملوا لهم مدرج خاص بالفنيين المصريين. صمم علاء خالد وضياء وكل الإخوة أعضاء رابطة مشجعي الأهلي، لا، إخواتنا المصريين هيكونوا معانا في وسط المدرج عشان نحتفل مع بعض. كان عندهم ثقة كبيرة جدا في إن الأهلي هيفرحهم.
كان عندهم ثقه كبيره جدا. كل الشباب اللي انتم شايفينهم باعتين شاريين فانيلات الاهلي، رافعين علم مصر في كل مكان، مجهزين الاغاني المصريه، مجهزين علم الاهلي، وبفرحه كبيره من قبلها. انتم متخيلين مفتوح لهم الاستاد كاملا عشان تشوفوا حجم التلاحم الفلسطيني مع الفرحه المصريه، حجم امتنان الشعب والشباب الفلسطيني بدور الدوله المصريه في مسانده قضيته واعاده اعمار غزه ان شاء الله، وحب الجماهير الفلسطينيه للنادي الاهلي وانتصاراته. هو ده النادي الاهلي، سفير الرياضه المصريه للعالميه، ودايما وابدا مجمع كل اشقائه العرب في احضانه. اعتقد احتفالات كانت كبيره جدا، بس زي ما بقول لكم كل الناس عندها هذا الوعي، اطفال وكبار وشباب، وهم بيحتفلوا في اخر الليل. بس هنحتفل يوم 17، العشرة، بس مستنيين يوم 17. احنا رحنا المباراه النهائيه بس مستنيين يوم 17. محدش هيضحك علينا، محدش هينومنا. اسامه عمر اهو بعلم مصر، انتوا هتلاقوا، بقول لكم كل الاخوه، ده راجل حرص انه يكون كاتب كتابه وعقد قرانه بعلم الاهلي، وبيتصور مع عروسه بعلم الاهلي. بصوا عشق الاهلي عند الاخوه في فلسطين كما كل الدول والمدن العربيه. هو ده الاهلي، وهي دي قوته الناعمه، وهي دي فرحه كل الاشقاء العرب بالانتصارات المصريه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كله هيبصم بالعشره.